مشاهدينا لكم، نتمنى انكم تكونوا كدوزوا الصباح زوين وجمعه مباركه يا رب، اول جمعه في شهر رمضان الكريم. الله يتقبل منا صيامنا وصلاتنا يا رب. احنا الان كنتواجدوا بسوق المعارف، جينا باش نقربوا من السيدات اللي خدامات وما عندهمش الوقت باش انهم يمشيوا ويتقداو الخضره وينقيوها ويغسلوها ويغسلوها ويبيعوها لكم. السلام عليكم، مرحبا بنا عندك السيدي. السلام عليكم ورحمه الله، بغيت نقول لكم رمضان مبارك سعيد. معكم مارشيت المعارف، كما كتشوفوا معايا كاين بزاف ديال الانواع ديال الخضره. عاود من الاول، السلام عليكم ورحمه الله، معكم اجمل. راه كنزيدوا غير واحد البركه باش الناس يبقاو يجوا عندنا ديما، وهادي وكاين الجو منقي، عندنا الفول منقي، عندنا الخرشوف منقي، كاين عندنا مرحبا كما كتلقى عندنا هنا ميكا ديال القوق فيها 2 كيلو منقيه كنحسبوها ب 20 درهم، كيلو كيكون منقي كنحسبوه ب 15 درهم، عندنا بيبي كاروت كنحسبوه، عندنا دنجال صغير، داكشي ديال لاصالاد لاماش لي بوس روكات بروكولي سيترون سيلري مزيان علينا موفق علينا جميعا. بالنسبه للاقبال كيكون اقبال على هذا النوع ديال الخضره اللي كتكون جاهزه؟ الخضره اللي كتكون جاهزه على الاقبال، ولكن في الايامات الاولى دابا ما بقاش على اقبال بزاف. علاش؟ حيت ولاو الناس كيقولوا مارشيت المعارف راه دايرين اشمنه شويه غاليه بزاف، تكون زايده السلعه بزاف وتكون السلعه خايبه. بالنسبه للخضره كتكون طازجه؟ خضره جديده ديال نهارها، حنا النهار الوحيد اللي ما كنطلعوش فيه المارشي زكرو، النهار الوحيد حنا اللي ما كنطلعوش فيه المارشي زكرو هو الجمعه. اما السلعه ديما كاينه عندنا السلعه الحمد لله، كل نهار عندنا المارشي. الحاجه الوحيده هو اشمينا شويه في مارشي راه كيطلعوا، الانسان خصو حتى هو يعرف واحد القضيه بحال لي زيبينار القبطه، حنا كنبيعهم ب 12 درهم وقلبوا من النواد ديال البلاصه من باديه، شحال الغلا شحال بادي من بلاصه. اما راه الانسان راه شي كيشري شي كيشري شي كيشري، كل كيزيد واحد البركه شي كياخذ الوكال كما كنقولوا حنايا. انت كتاخذها من مارشي تقرب واحد الثمن وكتبيعها بواحد الثمن، انسان كيقول لك زيد عليا، حنا راه ما كنزيدوش، راك حنا كنربحوا واحد شويه. المهم هادشي اللي كاين، واش غنقول لكم شحال الثمن ديالها دابا؟ بحال الحامض دابا في مارشي تقرب كيبيعوه ب 6 دراهم 7 دراهم، حنا كنبيعوه ب 8 دراهم الكيلو. بحال قلتي الانسان يعرفها، الحاجه الوحيده اللي رخيصه في مارشي كريو هو الكرافس. الكرافس هذه الحاجه الوحيده اللي رخيصه في الكرافس، بحال الكرافس دابا في مارشي كريو داير 6 درهم للكيلو، حنا كنبيعوه ما كنبيعوش للكيلو، حنا كنديروا 14 ب 4 دراهم، فيه 7 الروس 8 الروس ديال الكرافس غلاط. المهم ماشي انسان خصو يعرفه، بحال دابا الشامبينيون، الشامبينيون كنا كناخذو في ايامات العاديه في مارشي زغرو كناخذو ب 35، الا غلا حتى غلا كيحسبوا لنا ب 45. علاش؟ كيكون عندنا ما يقولك زدتي علينا بزاف شحال من حاجه، وكنتمنوا من الله من السلطات ما كنبيعوش الغلا، والله ما كنبيعوا الغلا، اللي كيبيعوا الغلا هما مارشي زغرو. السلعه ملي كتكون قليله كيديروا فيها ما بغا، كيديروا يحسبوك الثمن اللي بغاو هما، راه ماشي حنا اللي كنحسبوا. نضرب واحد الدوره على الاثمنه. مرحبا بك. عندك ولي ميكرو بوس ولي جام، والحاجه الوحيده اللي بغيت نزيد ناكد عليها، بحال دابا هادشي ديال الديكوراسيون والناس كيقول لك غنمشيو لكارفور 15 باش كيحسبوا الباك، حنا ما كنديروش دوك الاشمنه. علاش؟ هما كيقول لك السلعه كنخدموا بلامبوغ، ما كاينش السلعه لامبوغ في هادشي، كاين غير لوكال سلعات البلاد عندنا حنايا، حتى هما كيخدموا كيدير لي 10 درهم الباكي باش كنحسبوا 10 درهم الشبيكه. بحال دابا لا ماش هادي ديال السباليون يلاه دخل لاغيفاج ديالها غير اليوم كتجي من ليسبان 70 درهم الثمن باش جيبين، ما زدنا فيه والو. يعني الناس كيستهلكوا بزاف الشامبينيون، الشامبينيون لي زيبينار، ما حنا ما نمشيوش بعيد، كاع الربيعيه كيستهلك بزاف في رمضان وديري لي واحد الثمن خلو عندك وشحال من حاجه. هذا هو المشكل، وكما كتشوفوا عندنا هما بحال الفرويشه هو كاين دابا اكثر يدي الفروي عندنا هنايا ماشي لا سيزون ديالهم، شحال من حاجة كما كتشوف معايا، بحال كاين شامبينيون نواغ شامبينيون بلون كيوي ديال الكيوي ملقم بأناناس كيوي جون. المهم مشاهدينا فالأثمنة كما قال السيد جد جد مناسب.